السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الاثنين 15 يونيو 2020 في الدوري 15 يونيو 2020 في الجولة 29 من الدوري الاسباني. نتائج المباريات اليوم الاثنين: ليفانتي تعادل مع اشبيليه 1-1، والريال بيتيس تعادل مع غرناطه 2-2. بالنسبه لترتيب جدول الدوري الاسباني، برشلونه في المركز الاول لسه هتلعب باذن الله تعالى بكره في المركز الاول ب 61 نقطه، ريال مدريد في المركز الثاني ب 59 نقطه، واشبيليه في المركز الثالث ب 51 نقطه. ريال مدريد هتلعب يوم الخميس ان شاء الله، اشبيليه في المركز الثالث ب 51 نقطه، ريال سوسيداد في المركز الرابع ب 47 نقطه، ختافي في المركز الخامس ب 46 نقطة، أتلتيكو مدريد في مركز سادس ب 46 نقطة، فالنسيا في مركز سابع ب 43 نقطة، غرناطة في مركز ثامن ب 42 نقطة، فياريال في مركز التاسع ب 41 نقطة، أتلتيك بلباو في مركز العاشر ب 38 نقطة، أوساسونا في مركز الحادي عشر ب 35 نقطة، ليفانتي في مركز الثاني عشر ب 35 نقطة، ريال بيتيس في مركز الثالث عشر ب 34 نقطة، بلد الوليد في مركز الرابع عشر ب 32 نقطة، ديبورتيفو ألافيس في مركز الخامس عشر ب 32 نقطة، إيبار في مركز السادس عشر ب 27 نقطة، سيلتا فيجو في مركز 17 ب 26 نقطة، ومايوركا في مركز 18 ب 25 نقطة، ليغانيس في مركز 19 ب 23 نقطة، وإسبانيول في مركز 20 والأخير ب 23 نقطة. أما ترتيب الهدافين فيأتي في المركز الأول ليونيل ميسي برشلونة، لاعب برشلونة ب 20 هدف، مركز ثاني كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ب 14 هدف، ومركز ثالث جيرارد مورينيو لاعب فياريال ب 11 هدف، ولوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية، ولوكاس بريز لاعب ديفورتيفو ألافيس، ولويس سواريز لاعب برشلونة، وروجر مارتي لاعب ليفانتي. مركز الرابع أنجل رودريجز لاعب ختافي بعشرة أهداف. مركز الخامس أنتي بوديمير لاعب مايوركا بتسعة أهداف، وإياغو سباس لاعب سيلتا فيغو، وخوسيليو لاعب ديبورتيفو ألافيس، ولورين مورون لاعب ريال بيتيس، وميكيل أوريزابال لاعب ريال سوسيداد، وراؤول غارسيا لاعب أتلتيك بلباو، وويليان خوسي لاعب ريال سوسيداد، ولويس أفيلا لاعب أوساسونا. قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري الاسباني وترتيب الهدافين ونتائج مباريات اليوم 15 يونيو 2020 اول مباريات الجوله 29 من الدوري الاسباني. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لتابع الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.